احنا المرة الماضية يا جماعة، آخر مرة في المحاضرة الماضية أخذنا الانتنت، ومين بيقول لي لإيش استخدمنا الانتنت؟ اللي هي رسالة، معناتها بالأندرويد الانتنت يعني رسالة من التطبيق للأوبريتنج سيستم للنظام، أو من النظام للتطبيق. لإيش احنا استخدمنا الانتنت؟ مين يقول لي؟ مراجعة بسيطة يعني. تمام، انا بقول لكم، بعيد لكم مره ثانيه، احنا استخدمنا الانتنت على اساس انه احنا نبعث للنظام بالاكتيفيتي اللي احنا بدنا نشغلها. يعني دائما اللي بيشغل الاكتيفيتي هو النظام، تمام، مش التطبيق نفسه. فانت من التطبيق ايش بتسوي؟ بتبعت انتنت للنظام، بتقول له شغل لي هاي الاكتيفيتي، فبروح هو بشغل لك اياها. فهذه الانتنت هي عباره عن مسج. طيب، في نوعين من الانتنت يا جماعه، في نوعين من الانتنت. النوع الاول اللي هو امبليسيت انتنت، تمام، اللي احنا خدناه كان اسمه كان اكسبليسيت انتنت، اللي هو اكسبليسيت انتنت. تمام، explicit intent، خلاص. هذا النوع الاول اللي احنا اخذناه، كنا نصرح باسم الاكتيفيتي، كنا نصرح باسم الاكتيفيتي explicit، explicit، مظبوط، تمام، explicit، تمام، ماشي. كنا نصرح باسم الاكتيفيتي على اساس انه احنا يعني لما بدنا نشغل الاكتيفيتي كنا نصرح. خلينا بس افتح التطبيق، عفوا، خليني انا بس افتح التطبيق. هذا التطبيق اللي احنا اخذناه اخر مره كان اسمه open intent 01، I think اذا كان intent 01 new window. نفتح التطبيق، تمام، شكل هاي، شكل الميوليتور، جريدل سنكرونس فيلد، اوكي، ماشي. طيب، هذا اللي احنا اخذناه. اخوانا لاحظوا، هون كنا نعمل ايش نسوي؟ لما كنا نقول انتنت، نشغل الانتنت من خلال اسمها، كنا نصرح باسم الاكتيفيتي هون. يعني لما نبعث الانتنت نحط الايش؟ نحط اسم الاكتيفيتي اللي بدنا نشغلها، تمام. هلا في نوع ثاني من الانتنت، هذا بسموه اكسبليسيت انتنت، هذا بسموه اكسبليسيت انتنت، اللي هو تصريح باسم الاكتيفيتي اللي انت بدك تشغلها، او الشاشه حسب ما بدكم. هلا في نوع ثاني اللي هو ايش اسمه؟ اسمه implicit intent. implicit، تمام، اسمه implicit. implicit معناتها ايش؟ ضمني، ضمني يعني، ضمني، مش ما بصرح انا، ما بصرح باسم الاكتيفيتي، ما بصرح باسم الاكتيفيتي عشان انا بدي اشغلها، تمام. طب ايش بعمل؟ بصرح من خلال اكشن، يعني بديل عن الاسم اكشن نيم. طيب ليش احنا ليش هاللفه الطويله؟ ما هو اللفه الطويله لانه انا ممكن اشغل اكتيفيتي موجوده عندي في التطبيق، وممكن اشغل اكتيفيتي في تطبيق اخر. يعني التطبيق تبعي انا يستخدم الكاميرا مثلا، على الكاميرا لها تطبيق خاص في الاندرويد موجوده هي. فانت ليش تعمل تطبيق يعني انك تتعامل مع الهاردوير مباشره، تتعامل مع الكاميرا؟ لا، بقول لك ما هو في تطبيق، هي تطبيق الكاميرا موجود، انت ليه ما تستخدم الاكتيفيتي اللي موجوده في تطبيق الكاميرا؟ هي بتشغل الكاميرا وبتعطيك الصوره اللي بدك اياها، تمام. فبالتالي انت كيف بدك تشغل اكتيفيتي في تطبيق اخر؟
فبدك تشغل اكتيفيتي في تطبيق اخر من خلال امبليسيت انتنت. ايش هو الامبليسيت انتنت؟ بسموه اللي هو اكشن نيم. يعني انت بتعمل كول انك بتطلب من نظام التشغيل انه يشغل هذه الاكتيفيتي من خلال الاكشن، من خلال الاكشن نيم تبعها. كل اكتيفيتي، كل تطبيق بده ناس تانية تشغل تستفيد من الاكتيفيتيز اللي موجوده فيه، بحط اكشن للاكتيفيتيز، بحط الاكشنز للاكتيفيتي وبنشر هذه الاكشنز، فبصيروا اي واحد بنزل هذا التطبيق بيقدر يشغله من تطبيق تبعه، بيقدر يشغله من التطبيق تبعه ويستفيد منه. هلا اليوم محاضرتنا عن هذا الكلام، انه احنا كيف بدنا نستخدم تطبيق الكاميرا، كيف بدنا نستخدم الكونتاكت، تطبيق الكونتاكت، كيف بدك نستخدم تطبيق الـ يعني الميديا بلاير نشغل فيديو مثلا، كيف بدنا نشغل تطبيق البراوزر متصفح الانترنت نعرض موقع مثلا، كيف بدنا نتصل تلفون، يعني كيف بدنا نستخدم تطبيق الهاتف. تمام، وهذا هو موضوع المحاضرة لليوم. تمام، فعشان هذا الكلام نعمله احنا لازم نعرف انه في اشي اسمه الامبليسيت انتنت. الامبليسيت انتنت اللي انا كتبت اسمها هذه هي الامبليسيت انتنت، يعني لو انا بدي ابعت بدي اشغل الاكتيفيتي بدون ايش، بدون ما انا اصرح باسمها، لان انا اصلا ما بعرف ايش اسم الاكتيفيتي. انا عندي اللي هو اكشن نيم بديل عن الـ عن الـ عن الاسم الاكتيفيتي. تمام، بس فانت كل ما بدك تشغل شيء بدك تعرف، لازم تحفظ الاكشن نيم تبع اي شغله بدك تشغلها. خلاص، تمام. خلينا ناخذ مثال، بس في انا في عندي اكثر من مثال محضرهم في تطبيق كامل، بس خليه يفتح التطبيق او بدي اعمله انا. شباب معايا؟ في حد مش فاهم الكلام اللي انا حكيته؟ انا حكيت كلام كثير عن الامبليسيت انتنت والامبليسيت انتنت بنفهم عمل ان شاء الله. تمام ماشي. ناخذ اللي هو التطبيق اللي بالاول كان اوبن ريسنت. انا التطبيق خلص بدناش اياه، احنا التطبيق هذا صار ما بدنا اياه. تمام، نرجع للتطبيق اللي أنا فتحته اللي هو هذا. تمام شباب ماشي. هلا أنا في عندي بوتون هنا اسمه إيش اسمه؟ اسمه Open URL. اسم التطبيق هذا Open URL، هاي اسم الزر Open URL في XML. خلينا بس نشوف XML معمول وجاهز، يعني التطبيق أنا عملته قبل هيك، بس انا بدي اشغله على اساس انه بياخذ وقت كثير في عمليه الديزاين، بس بدنا نشوف الديزاين تبعه. الديزاين بسيط، يعني زي اللي احنا بنعملهم دائما، شايفينه كيف؟ بس انا عملت تطبيق هيو فيه زرار، بس زرار. هذا اوبن يو ار ال بده يفتح ايش؟ بده يفتح البراوزر ويدخل على موقع معين. هون كول سم وان بده ايش؟ بده يتصل في حد معين. تمام، هنا اوبن كونتاكت بده يفتح التطبيق تبع الكونتاكت، يوريك الاسماء. تمام، الاسماء تبع الاشخاص. تمام، هنا في اكسترنال ابلكيشن بده يفتح اللي هو تطبيق، بدنا نشغل تطبيق خارجيا، يعني اكتيفيتي من برا، اكتيفيتي موجوده عندي انا بس بشغلها زي ما انا بشغل اللي هو طريقه احمد ابو الفيش، خليه يخش. تمام، هلا بنشوف هالشيء هذه. بعدين internal activity بدي أشغل أنا activity بطريقة implicit intent. عندي activity تانية هيها بدي أشغلها بطريقة implicit intent، يعني أنا بدي أعملها action. تمام، يعني أنا لو بدي أعمل action لactivity موجودة بحيث إنه في تطبيقات أخرى تيجي تشغل هاي الactivity بتاعتي، يعني زي ما هم بيعملوا، زي مثلا تطبيق الكاميرا كيف عمل، كيف خلى الناس تشتغل تنفذ الactivity تبعته، وبنفس الطريقة أنا بدي أعمل مثلهم. خلاص، فهي هنا حطينا internal activity. في شيء اسمه capture image، كيف بدي أخذ صورة من الكاميرا أو بدي أخذ صورة من الجاليري وأجيبها هنا أحطها في التطبيق تبعي في الimage view هذه.
تمام، وفي عندي كابتشر فيديو، بدي اخذ فيديو سواء من الكاميرا او بدي اخذ من الجاليري واحطها في الفيديو هذا. هنا هذا اللي هو فيديو فيو، هذا فيديو فيو، هذا ايمج فيو. تمام، هاي هم الاكس ام ال على العموم تبعتهم موجوده، هي هنا الكود. تمام، هاي هنا هاي، بس انا حطيت هاي سكرول، اخذناها هاي سكرول قبل هيك، سكرول فيو شباب اخذناها. بده حد يحكي يتكلم؟ لا ما خدناش السكرول فيو. طيب ما خدناش السكرول فيو. تمام، ها بدي اشيلها عشان نعملها من اول، هي فيش فيها اشي يعني، بدي اشيلها. تمام، بتضل هذه طبعا، هذا بده ايش؟ ايوه بده اللي هو سوري اطبع انتر، بده ايش؟ هاي اللي هي اللي اوت، الاوت هايت موجودة. لا هو مش بده اللي اوت هايت، بده اللي هو هاي، خلينا نشوف ايش بده. ديفاين اتريبيوت اوفر، لا هو بده النيم سبيس. مين بتذكر النيم سبيس ايش اسمه؟ ينقلني النيم سبيس. ممكن نعمل ايش؟ تراجع. هذول يا جماعه قلت لكم انا عنهم، النيم سبيسز هذول لازم يكونوا في اول تاج، ماشي؟ في اول تاج، اي الروت تاج تبع الاكس ام ال لازم يكونوا موجودين فيه. خلاص؟ يعني انت عندك الروت تاج، ماشي؟ هذول لازم يكونوا موجودين فيه، صح ولا لا؟ بتتذكروا؟ تكلموا معايا. صحيح الاكس ام ال. ايش اسمها هذه؟ مين اكتيفيتي. تمام. لاحظوا، فهمتوا علي كيف؟ يعني هذول النيم سبيس لازم يكونوا في الروت تاج، التاج الاولاني اللي بيحتوي على الصفحه كلها، التاج الاول في الصفحه اللي هو لينير لاي اوت لازم يكونوا في النيم سبيسز، لانه بدي استخدمهم انا هون كلهم تستخدموا، مش كده ولا لا؟ تمام. المهم على هذه الصفحه كبيره، بتقدرش انت تعمل تسحبها لفوق، بتقدرش تعمل سكرول. عارف ايش يعني سكرول؟ يعني انت تسحبها لفوق، انه عشان فيها كثيره مش هتيجي على الشاشه، يعني هي هلا ظاهره في الشاشه، لكن لو مثلا كبرت الزر شويه ممكن ما تجي تكون الفيديو هذا مش مبين على شاشه الموبايل. فهمت علي؟ فاهمين علي ايش بقول انا؟ ما عارفين السكرول. سكرول يعني اساس انك تسحب الشاشه لفوق وتنزل الشاشه، يعني تخلي الاكتيفيتي تعمل معك سكرول، على اساس اذا كان الاليمنتس هذول كبار تقدر تعمل سكرول، ماشي؟ فكيف بدك تخليها سكرول؟ هاي بتحط اللي هو التاج اللي اسمه سكرول، هيو هنا سكرول فيو، هيو تمام. بس هو هذا هو، ماشي؟ فانا حطيت تاج اسمه سكرول فيو، خلاص. هو حيكون الروت تاج، يعني هذا حيكون اخرته وين؟ تحت، مش كده ولا لا؟ انتوا خدتوا ويب وفاهمين القصه هاي، مش كده؟ تمام. هلا هذا كونه هو صار الروت تاج، هذا السكرول فيو صار هو الروت تاج، فبالتالي تنقل هدول عليه، بدك تنقل اللي هو ايش؟ النيم سبيس على في الروت تاج. فهمت كيف؟ بس هلا بضايل بده ايش؟ بده اللي هو هون ماتش بيرنت اللي هو اللي اوت، ماشي؟ قلنا اللي اوت هايت اللي هو الارتفاع الصفحه، واللي اوت ويت سوري وايد اللي هو ايش؟ ويذ عفوا. تمام، هدول اي تاج بتحطه لازم ياخذهم، هدول لازم اي تاج بتحطه انت لازم ايش؟ لازم يكونوا موجودين في اي تاج، فبالتالي اي تاج حطيته حيقول لك ايرور لغايه ما تضيفهم انت، اللي هم الهايت والويد، وخليناهم انا ماتش بيرنت ماتش بيرنت، يعني انه انا بدي اخذ الشاشه كلها، خلاص؟ وهذا طبعا انا شلت منه اللي هم الايش؟ النيم سبيس من اللي اوت، فصار السكرول
هو اللي بخلي مين؟ بخلي اللينر لاوت هذا يعمل ايش؟ يعمل معايا سكرول لو وسع عن الشاشه، مفهومه؟ بس لا اكثر ولا اقل. طيب الحين هذا اللينير لاي اوت عادي، لينير لاي اوت ما فيش مشكله انه بس فيرتيكال. فيرتيكال ايش في؟ في بوتون، هاي البوتون اسمه يو ار ال، اسمه اوبن يو ار ال، يعني افتح موقع. تمام. البوتون الثاني ممكن تخليهم بالعربي، يعني تكتبهم هنا مثلا، هنا فتح موقع ماشي، هنا اتصال، call someone اتصال، خلاص. البوتون الثاني open contact فتح الايش اللي هو ملف الكونتاكت. ايش معنى الكونتاكت بالعربي؟ الاسماء، سجل الاسماء. اللي هم ايش؟ فتح سجل الاسماء. تمام. هذا اللي هو external، تطبيق خارجي. هنا internal activity، فعالية داخلية أو شاشة داخلية. تمام. هنا capture image صورة، وهنا طبعا ايش؟ فيديو. خلاص هذول الازرار. هذا ايش هو؟ الايمج فيو. هذا الايمج فيو اللي احنا بدنا نحط فيه الصوره، اخذناه قبل هيك لما اخذنا الليست فيو، عارفينه يعني، تعاملنا معه. والفيديو فيو نفس الطريقه بس فيديو بدل ايش؟ بدل الايمج. فاذا هلا الصفحه صارت جاهزه. تمام. هيها موجوده عندنا وتمام. بتعمل سكرول، هذه بتعمل سكرول. طيب بدنا نشوف المين اكتيفيتي، بدنا نمشي طبعا بالترتيب. باقي 10 دقائق وبنخش السيشن الثاني، خليكم معي لما يخلص هذا السيشن على طول بنخش على السيشن الثاني. هلا لسه 10 دقائق باقي. ايش سوينا؟ احنا عرفنا البوتونز زي ما هم، هاي البوتونز هاي عرفناهم مثل ما هي، نفس الشيء اللي موجودين عندنا اللي احنا عملناهم في الاكس ام ال. خلاص. بعدين مره محمود سالني عن شو اسمه، عن الكاستنج. هينا احنا هون عاملين كاستنج، دير بالك. هذا عشان الحصه هذه قديمه. تمام. ايام الكاستنج. تمام. الان اوبن يو ار ال زي ما انتم شايفين. سيت اون كليك لسينار، هذا الكليك سيت اون كليك لسينار. تمام. انتنت، انا بعتت انتنت. هلا هذا الانتنت نيو انتنت، بس هنا انا ما حطيت اللي هو ايش؟ اسم الاكتيفيتي. حطيت ايش؟ انا حطيت اكشن، اسمه اكشن فيو. انتنت دوت ايش؟ دوت اكشن فيو. هذا الاكشن فيو اللي هو في اللي هو تطبيق البراوزر اللي هو الكروم او اي براوزر موجود. طبعا كل براوزرات، كل تطبيقات البراوزرات موجودين في ايش؟ في اكشن فيو. فلما انت تستخدم الاكشن فيو حيسالك عن التطبيق، حيسألك يقول لك شو البراوزر اللي بدك اياه، فبتختار. طلع هذا الموضوع هنا مهم جدا. يعني انا هنا بعتت هنا اسمه هنا الانتنت، هذه طبعا هنا يعني هذه سترينج، هذا قيمه نصيه موجوده في الانتنت، قيمه نصيه موجوده في الانتنت. يعني لو انت رحت ضغطت كنترول كنترول وجيت على الماوس هنا حتضوي لك هذه، بدك تخش على الكلاس اللي اسمها انتنت عشان بدك تشوف هذا الاكشن نيم. طلع اكسبت. شوف هيهم. فانا خشيت على الكلاس تبعت الانتنت نفسها. هنا انا بدي اشوف الكلاس هيها اكشن ايش اسمه هو؟ اكشن ايش؟ اكشن كول هذا صح؟ اللي احنا استخدمناه اللي هو، نرجع تاني للاكتيفيتي عشان نستخدمه، اكشن فيو اسمه.
ماشي شباب، بس لحظة شوية. أيوة عبد الرحمن، عبد الرحمن هو الأستاذ بده يعطيكم على النت، على الجوجل ميتينج يعني، ولا على الزوم؟ لا هو قال لكم زوم ولا جوجل ميتينج؟ على الجيميل يعني جوجل ميتينج. لا لا، إذا أعطاك الجيميل معناته جوجل ميتينج بده يعطيك، مش على الزوم. هو لا، في تطبيق في الجوال زوم او جوجل ميتنج موجودين في الجوجل بلاي، خليه يخش عليهم وينزلهم. نزل، خلي نزل الان، هو بيعرف. نزل الجوجل ميتنج، اسمه ميتنج او زوم. تمام. واروح على حرف الفي، بده يكون في الاخر. هيو هيو اكشن فيو، شايفينه هذا سترينج. تمام، هيو سترينج هنا اندرويد انتنت اكشن فيو. تمام، هيو اللي هو ايش اسمه، اكشن فيو. ماشي. تمام. فانا يعني انا استخدمت هذا، وهو عباره عن اسم سترينج يعني. تمام، الاكشن بس. فانا هنا قلت له intent dot action view، intent dot ايش dot action view، يعني انا بدي اياك تشغل لي تشغل لي الاكتيفيتي اللي موجوده في الاكشن فيو. تمام. طب ليش انا مستخدم يو ار اي؟ يعني انا عملت استخدمت كمان عملت اوبجكت اسمه يو ار اي من نوع يو ار اي، يعني في عندي كلاس اسمها يو ار اي انا بستخدمها. لايش بستخدمها اليو ار اي هذه؟ عشان انا اميز التطبيق هذا، لانه من الممكن يكون اكثر من تطبيق مشترك في نفس الاكشن. يعني هذا الاكشن فيو مش بس المتصفحات هي اللي بتستخدمه، في اكثر من تطبيق بيستخدم الاكشن فيو. تمام؟ فلما يكون هذا الاكشن فيو بيستخدمه عفوا الاكشن نيم، هذا الاكشن نيم اللي هو سترينج اللي انا وريتكم اياه، اللي اسمه اندرويد وات ايفر فيو، هلا وريتكم اياه انا، ممكن يكون مشترك محطوط لاكثر من تطبيق. ففي الحاله هذه عفوا لاكثر من اكتيفيتي، في الحاله هذه بدك تستخدم اللي هو ايش؟ بدك تستخدم اللي هو الكلاس اللي اسمها يو ار اي، حتى تميز شو التطبيق اللي بدك اياه. هذه معناتها انه انا بقول له اليو اي اي دوت بارس. تمام، بعطي له اسم، متفق عليه يعني، عشان يميز الايش، يميز التطبيق يعني. وكأن انا ببعث له داتا، مع مين؟ مع الاكشن نيم. هذه الداتا اللي هي هاي، فهو بيعرف انه هذه الداتا ايش طبيعتها. اللي هو هيها اتش تي بي تبدا، معناته ايش؟ ما طالما انه بتبدا اتش تي بي معناته هذه مين اللي بيشغلها؟ المتصفحات. تمام، اذا هو بيشغل لي المتصفح، بيشغل ليش اي تطبيق اخر، بيشغل لي المتصفح. تمام، بس فاين. انا قلت له انتنت بعتت معاه داتا من نوع ايش؟ من يو ار اي. الداتا اللي انا بعتها مع الانتنت اكشن اللي هي من نوع ايش؟ من نوع يو ار اي. هذا اليو ار اي بحط فيه اللي انا الموقع اللي انا بدي ايش؟ بدي اياه يفتح لي اياه. فهي حتستخدم لطريقتين، الطريقه الاولى انها تميز للنظام انه التطبيق اللي انا بدي اياه هو تطبيق متصفحات الانترنت، وكمان تقول لي اعطيه الموقع اللي انا بدي ايش؟ اللي انا بدي اياه يفتح لي اياه. تمام؟ وبعدين خلاص ستارت اكتيفيتي وبعطي انتنت. في حد مش فاهم الكلام اللي انا قلته؟ تمام يا دكتور. يعني هي الطريقه بسيطه، نفس طريقه القديمه. هون احنا كنا نحط الانتنت، نحط هنا اسم الـ الاكتيفيتي مع اللي هو الكونتكست اللي هو جيت ابلكيشن كونتكست، صح؟
هلا بطلنا نحط الكونتكست وحط كنا نحط صرنا نحط اكشن حط صرنا نحط اكشن نيم لمين؟ لاسم التطبيق اللي انا بدي اشغله او الاكتيفيتي اللي موجوده في التطبيق الفلاني. تمام. فهو ايش مسوي هو اصلا؟ هو لما عمله تطبيق البراوزر في الاكتيفيتي تبعت البراوزر عمل لها اكشن نيم اللي هو هذا اللي انا وريتكم اياه. تمام. وحط لها سكيما اللي هو هذا النص. هذا النص. تمام. هذا النص حط سكيما بالطريقه هاي. ماشي. عفوا حط الاكشن نيم هذا وحط لها سكيما اللي انا وريتكم اياها تو اللي هي هذه. ماشي. فالطريقه هذه اللي هي الطريقه اللي هي طريقه التشغيل اللي هو المتصفح طريقه تشغيل المتصفح من خلال التطبيق تبعك. وبعثت له هاي نكداته. خلينا نجربها ونرجع تاني عشان بس تفهموها.